أبو باسم، نعم، كيف حالك؟ الحمد لله. ويقولوا ولك من اسمك نصيب، وأنت باسم دائما، ولذلك الله. سميت اسم ابنك باسم. الله يخليك، الله يحفظك. بحار أنا، بحار. إيه بحار أنا. خليني أسمع. إن شاء الله. لدنا لدن يا ليلة يا دنا، لدنا لدن يا ليلة يا دنا، لدنا ولدان يا ليلى يا دنا، ولدنا لدان يا ليلى يا دنا، لدنا لدان يا ليلى يا دنا، ولدنا لدان يا ليلى يا دنا. يقول خو علي بحار انا بحاور، رباني البحر في حضنه الدافي، حتى صوري ما بيني وبين صراور أكثر من علاقة لولا وصدافي، أحب السواعي وعشاق الأصفور، دنجيلي على كتفي ومجدافي. أسافر مع السنجار ورا البلبول، وأفرح كل ما كان البحر صافي، إن جيت والجزيرة قمت أشب النور، جنب النار بارادي ومغرافي، ونجل ولنا والأمر إلى الستور، الرملة فراشي والسام الحافي. أبو محمد، هلا، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. وإحنا في جزيرة فرسان الليلة قاعدين نسمر سمرة حلوة، وهالسمرة حلوة ما تحلى إلا بصوتك. حياك الله. يلا سمعنا. يقول قوالي غني لنا غني، ويا قمري وسمعني أنا شيدك، أمانة وعلق لا تستحي مني، ويا أنا من زمان عشقتي غريدك، وأنا جيت لك من فتى متعني، قصدي شايدك في النخل وحيد، واك أنت طيري لكنك وافي عني، ولنك ما تخلف عن مواعيدك، يجيك كل حول وتعيش متهني، وأيام العواصف كلها عيدك، وادعي لك في دعوة صادقة مني، الله يجعلك في البسط ويزيد واك. ومع أبو إبراهيم يحلو السمر. يا ليلة دنا لودان، يا ليلة دنا لودان، يا ليلة دنا لودان، يا ليلة دنا دانا، قلب محمد أريت الصدى يرعى المسيل، لكن خايم من القناص لك تراما، درام يتوجن على جنب الشمال واليمين، وقلت له لسي أقناصة ترمي كده، سلت عقلي وراح الفكرة مني وطار، حتى والحكيم انك واشاف للضر ما فاديني، قال لي دواك ينوجد لك عند قوم الصفر، ولا تسافر لأرض الغرب وتلقى دواك. سلامتك. أحسنت حبيبي. أحسنت أبو إبراهيم. نعم حياك الله. طبعا الليلة احنا في ضيافة إبراهيم. نعم حياك إبراهيم، ما قصر. الله يعطيك العافية. وسوى لنا أحلى طبخة. حياك. والحين بنسمع منك أحلى قصيد. نعم. يلا. نبلغ حق الشاعر عثمان عباس. يلا. الله. على طول. أوه. إلى أبو مهند. أيوه. يا ودي وعك يا حبيب، لكني مالي هوايا من فرقي وتاك في عذاب حال اللقا، يا غابوني يا بدر بين البذور، انت الهانا يا سمايا اتخيا، ولك في المنام والدمع حوارك جيفوني، يا ليت والي يا طبيب والتي واسل دوايا، ما اريد دواك الا الاطباء حتى لو ينفعوني، وين بعدي قواطات الوصال ولا بكانك معي، اهدي وما بيننا والغريم ما يعلموني،
نروي على بعضنا لا يا هابي لك دعاية وانت تيوي الأهل الحيمة ما بيننا يفتنوني وإن كان أودك بنا لا يتلفوك من سنايا تسيلا في أمرهم بعد الحالة والفنوني أحسن يا ليلة دنا ويا لدنا ودوانا يا ليلة يا دوانا لدنا ودوانا يا ليلة يا دوانا لدنا ودوانا يا ليلة دنا يا لدنا ودوانا يا ليلة دنا ويا لدنا ودوانا يا ليلة دنا يا لدنا ودوانا علي يقول اول والذهب لي ويعا وصره كانه ضرب في وبطننا والشوابي يمتها عقلي ومن يرد والقي ودراسي والهي خالقي يا ودروابي خلي عصي ومشي حفوق والعي وكرا ويبزف واد من جملة الاطياب الله يستر عليك الله حسين خلي وي والجبنك والزهرة ولا لمستو وقلت سيدة وحبابي شكمي بروحي ويل المحنة وشهرة شرق الدرج يا ناسمة يا ورقة وابي وان جيت على ابواب مداري وجع وصرا قال يا علي صدق ان احبه واكجابي الله 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 عليك الثانية اشد دن اخوادك وانو غشم في والمواجرة ناوي على دي والسعي يا وعدي وما من فوق من زواك اخذ واشرى والشعب قده معاين حاوط وما يا ما نصحته من يقاوي والقي ودره سيب السواعي ويل الذي وفاما لو خدتني وي بحري معك بوالاجره المصلحه ما وبيننا نواقس وما لو كنت زودني سهمي وين بكره لسهر على للصباح وودها وانا في النزكة والتكويرة عندي وخبرة دي الساعي يا طول الحياة واضمانا الزيفة تعتبر نوع من أنواع الفنون الشعبية والتي تشتهر في جزيرة فرسان ومع أبو عبد الله خلينا نسمع كيف الزيفة الزيفة لها يعني أكثر من مطلع يعني يمكن 60-70 مطلع لحن والدقة واحدة طبعا الصحف لها دقة واحدة وفي طويل في قصير فمثلا في مطلع يقول قهوة البن أقول سمع كلا وبعدين أغنيها بالمطلع قهوة البن هي المولوع قل لي متى يصدر لها كيف قال حكم لها مقدار والفحم يتحارى بكانون جميل الثاني يقول بكانون قهوة البن المولوع قل لي متى يصدر لها كيف قال حكم لها مقدار والفحم يتحارى بكانون خلينا نسمعها نسمع لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا قوالا حك واملها مقدار والفواح ميتحارى بكانون قهوة البويني المولوع قل لي متى يصدر لها كيف قوالا حك واملها مقدار والفواح ميتحارى بكانون الحضارة زمان ليدا ودنا يا شباب نوصى ولا كيف لا مضت مننا يجيالي ما يفيدنا فيها بكانون هذا لون من ألوان الزيف لا
لا لا لا لا لا يا لوي لا 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 يا لوي لا 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 عيوني ويتهل الدوامع والقوار والقوال بالو والنواتة من دواخلي مغي وابوليفي وانا مقدور على الفرقة والاقوى ولها عيوني ويتهل الدمع اي والقوال بالو والنواتة من دواخلي. الثاني يقول نوايا والعواذل ما تعبتني ومكايدها والاقوى لها يلوموناني زليت بفكرة واكمن الزلوات من دواخلي. هذا اللون الثاني.